انا ابني كان التعب والآه وما انا ابني كان التعب والآه اللي نامني بالحب كان شجاي يا سيدي شجاي اللي نابني من حب كان شجاه كان التعب والآه يا الناس كل يلا كان التعب والآه يقول لي نابني من حب كان شجاه من حب كان شجاه. أشرف أنت استدعيتنا جينا نلقاوك هنا حدا أصحابك غرام بالكباش. والله من اللي صغير مغروم بالكباش كيما تغرمت بالمزود معناه زاد مغروم بالكباش. اوقات معناه اللي نبدا ما عنديش خدمه ولا تسجيل ولا تصوير كيما هكا ديما بحدا اخواتي واصحابي هنا ذا يقولوا نحن المربط نبيل خونا نبيل كيلاني ومعناه بالزهر انتم جيتوا بحذانا توا خذ فرصه صوروا هذايا كبش نقولوا في الغرام هذايا نقولوا نحن في الصنف الغربي اسمه المهيب وبطل تونس معناه التو ما ربحوا حتى غربي كيف بديت صغير كنت عازف كنت نعزف دربوكة بشوية بشوية معناها برشا معناها كانت ساعة ساعة ان نغني معناها في الدار ولا ساعة ساعة في فرح وقت أصحابي أكبر مني يعطيوني الفرصة باش نغني يقولوا لي معناها صوتك معناها حلو أشرف علاش ما تجربش حظك متوحش ياما صدرك الضم ونشكي لك حالي نشكي لك حالي وحداني غريب لقلي بعتيب لا صبر بقالي لا صبر بقالي مجروح ياما تريدا ديرالا ما لقيت طبيب ما نبراش تيرا لا 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 انا وحيد يا اما ما مر فراقك ما تبتاش اشي صبار. اول غناية بديت بها اسمها الوقتاش يا اما نتفكرها ذي وقتها عمري 18 سنة بريود وقتها مش عادة اختار الاعلام كيما توا يوتيوب و وتلافز وراديوات وقتها فما كان معناها كاسيتات لسي دي زاد فهمتني والكاسيت الثالثه في حياتي وقتها خاينه الكاسيت الثالثه هي الحمد لله نجحت لي معناها وتلقات نجاح كبير كبير برشا خاينه وما تنسى فيك يلي خاف ظلني فيك لازم من بالي نمحيك يا القدارة لازم ننسى ما نكرهاش الغنايه اللي كونت لي حياتي بالحق كونت لي حياتي وعملت اسم اشرف كرهتها كي رددها كي يطلبوها باش نعاودها لكن ما عمري ما نكرهها نحبها الغنايه ساعة ساعة نجي مثلا انت وتصور انت في عرس معناها مثلا تبدا روى يبدا راجل متصدر هو ومرته يقول لي روى كيفاش معناها ما غنيت لناش خاينة قولوا راني والله ساعات في فرح نحشم معناها الناس متصدرين باش نغني خاينة والله نحكي معك بالحق انا كي نجحت كان دومين صعيب صعيب برشا مش كيما قبل معناها فما كيف نقولوا ميديا توا حتى تبدا قاعد في دارك تعمل فيديو وحدك تهبط وينجم يراوه الناس الكل فهمتني قبل كي نجحت انا ما فماش مزود بصفه كيما توا في التلفزه شكون وشكون باش يتعدى ما فماش راديوات كيف توا ما فماش يوتيوب كيف توا وكي نجحت انا صغير عمري 18 سنه نجحت مع فنانين كبار اللي هما العروس متاع البلاد كبرنا معاهم متاع الفن الشعبي بيني وبينك سبعة بحور لا طيارة ولا بابور بيني وبينك سبعة بحور لا طيارة ولا بابور
وتزيدي تعلي في السور، وتزيدي تعلي في السور، يا والله حكاية غريبة. الثورة اللي صارت لنا في تونس راه معناها وقفت برشا عباد، معناها ماك تعرف سنين قعدنا ما فماش واحد، بلاد كاملة متأزمة وناس أحزانة، ما فماش واحد واقف شادي يغني في التلفزة، فهمتني كيفاش؟ الفترة هذيك وقفناها الناس الكل راه، لكن كي رجعنا توا تبدلت شوية، ما عادش كيف نقولوا نحن ناس تستاهل بالحق فنانين، فخاطر اللي نعرفهم ناحيني أنا فما برشا فنانين يعرفوا يغنيوا مظلومين في الدار، وفما برشا راه فيهم اللي ما يعرفوا حتى شيء قاعدين ديما يعيطوا لهم كل جمعة. وأنا من نوع بصراحة مش من نوع اللي نسجل ناس تليفون، والله عندي حاجه جديده اقرا لي حسابي يا عمل لي دات، ولا نهز في عندي كذا اقرا لي حسابي، خاطر استانست انا بصراحه كي نجحت قبل كانوا هما يكلموني يكبروا بيا ويستدعوني، وحاجه اخرى باش يستدعاني معناها الحمد لله مانيش نكره، معناها في البلاد عندي معناها سكسياتي، وعملت انا صغير عملت بالماريس كبير نتاع حلم كل فنان يطمح من هنا لحياته القديم، معناها باش يوصل لهم. انا عملتهم في فتره وجيزه، معناها شنو حلم فنان مهرجانات تونس الكل خدمتهم، مهرجانات الكل معناها طموح كل فنان، كارتاج عملت 4 مرات كارتاج، القبه غنيت في القبه. صعوبة كبيرة بالطبيعة، وصلت حتى تعرقلت، ما نجموش نذكر ولا سامي، وصلت تنحيت من حفلات كبار في كارتاج وقتها، لما معناها 3 مطربين شعبيين خذيت كيف نقولوا لافونس متاع الحفلة باش نغني، وبوسترات في البلاد فيهم تصاوري، بوسترات بالكاليتي نقولوا نحن كالباش فلوس صارفين عليها معناها مش كاغت، والكارنيه نتاع تسكر يتبيع فيتباع فيه تصويرتي، كي تقص انت قبل بنهار بنهارين معناها فيها اشرف جاوني كي نقولوا نحن للسهلالة في الليل غدوة نغني، وخويا وقالوا لي راهو انيلي خويا، فما مطربين كما تحكي انت ناجحين انا وليت نحك معاهم، حفله في القبه نطلع معاهم، في كرتاج نطلع معاهم، سفر البرة نطلع معاهم، فهمتني؟ وفصافص قولي قالي بنت الناس قولي قالي خليني ننسى هواك ويرتاح بالي، الحب ليك احكام والقلب واش يريد، لا فايدة في كلام كثر الكلام ما يفيد، كويتني وصديت عشقي سهرت عيني الليل، رضيت قلبي بالمر تسقي خليته بداقي عليل. يطلبك مناشط ولا واحد يقول لك يا شرف عندك جديد، تي توا معش من غير تسال تجبد راس مالك تليفون تك تك تدخل على اليوتيوب توا تو تلقى كل فنان ش عنده جديد، كل عام نخرج في جديد. انا عام 2018 توا عامل ديو انا ومنيرة حمدي غناية حلوة برشا مش نشكر فيها، انا خاطر اللي يسمعها يقول لي محلاها الغناية بون، مازالت خاطر هنا عندها من بعد 3 جمعات ملي هبطها مازلنا باش ما نحكموش عليها، سواء يقولوا نشحت ولا ما نشحتش. نتقابل ونراك وتشوفيني نتودع ونودع ياسر موجع، نتفارق وهكا بعيد خليني، لا عين تبكي ولا قليب يوجع، لا عين تبكي ولا قليب يوجع. نتقابل ونعيش ساعات فيها القلب تبعتيش، نتقابل ونعيش
وعندي غناية أخرى هبطها واحدة تقول كان جا خويا ينفع خوه، وعندي غناية أخرى اسمها ما تظلمنيش حبيبي، ثلاثة أغاني أنا هبطوا تو. كي نشوف أنا برنامج معناها ضارب معناها في البلاد ما يعيطليش، ونشوف غيري اللي عدى مرتين في الشهر اللي ما عندوش جديد وما يعرف حتى شيء، والحاجة تشكك في روحك بينك وبين روحك تقول شنو الحكاية ذي، فهمتني؟ يا ناري عليك كبرت ومن بعد الود غبرتي، بعد اللي ما فكرتي وشبابي معاك يا شبابي معاك يا يا وعدي يا الغدارة، بعد عذابي ومرارة حبك والحب خسارة، واخرة الحب اجرى الحب اجرى، اش اللي علي رماك بعد القلب اللي نساك، اش اللي علي رماك بعد القلب اللي نساك، صارت آغي ودموعي والحب البين ضلوعي، غدرك طفيت شموعي وسيف الغدرة ذباع، سيف الغدرة ذباع.